السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم في واحد الفيديو جديد على الزيتون ترجعوا ديكور او كما يتسمى عندنا هنا بونزاي. كيتسمى بونزاي كيتسمى بزاف الحوايج بزاف السميات. اي زيتونة دابا انت تجي فيها تتكونش عندها واحد يعني شي حاجة حيت انت اول حاجة هي انك انت اللي تختار ليها الديكور اللي بغيتي، لانك على ديك تشوف ديك الشكل ديال الزيتونه تشوفها تدور بها تتعرف شنو هما الجهه، يعني اي ديكور اللي غتجي معاها ولا تشوفها. سمحوا لي على الشمس تسمينش مزيان فهمتي، تعرف شنو هو الشكل اللي غادي يجي معاها فهمتيني. انا ما كاينش لادي ما غادي هذا، خليكم معنا من بعد ما غادي ان شاء الله انا قاده غنوريكم كيفاش. ها هي بهذا الشكل ديالها، هي دي هذا هو الشكل ديالها هكا هي ديالها. واحد الوحده خدمتها حداتهم، ولكن هذه هي اللي خدمتها هذه كاينة هاد لينا وحدة جوج تلاتة فازيل تحت، هادو هي اللي خدمتهم. هادو هي اللي خدمتهم، خليك معانا وانا غادي نخدم هادي وغنوريكم الشكل ديالها النهائي. هي من بعد ما قطعناها، هي قطعناها من بعد ما قطعناها هي كيف طلعت هنا. هي هنا واحد البنز هنا واحد الطابله. هي المشكل ديال هاد الشجر هو انه من تيكون كبر تتولي صعيبه انك دير ليه المونزاي، يعني تقطعيه خصك تقطعو ما غيبانش فيه، ما يبانش ليه في الاول الديكور ديالو مزيان، لانه تيبقاو غير العواد. هادو تيبقاو غير العواد، يعني هادو العواد هاد العواد تي خصهم مدة عاد يديروا الولاد هنا وتعاود تبقى تخدم عليه، يعني تبقى تقطع كل مرة ملي غيولي مزيان غيبقى يبان ديك الساعة الكويرات ديالهم هنايا. دابا نحط لكم واحد الشكل ديال واحد هنا واحد التصويرة ديال واحد وحدين كيدايرين، وهادو ها هادو هو المشكل ديال هاد. أما ملي تتكون شي شجرة يعني بحال هاد الشجرة هادي هي باقا صغيرة ولكن فيها الورق، يعني قصيرة فيها الورق تتجي، يعني أي حاجة يعني الديكور ديالها غادي نصايبها وغنوريكم نتا هي كيفاش داير القضية ديالهم. هذا هو هادشي اللي تيكون، وهي قد ما كان بحال هاد الشجر داير بحال هذا. الا كان شي دري صغير ربيتيه على شي حاجه بحال هكاك، يعني هادي الا ربيتيها قصيره وقاديتيها من صغرها تتكون مزيانه. اما الطوال انا ما تجي كامله كنتها متي ها هما هكا. يلا خليكم معنا انا نخدمون نكملوا.